صحيح. المواطن العراقي من يسمع بالكلام هذا هو يعني يقول انا شو اللي شغله بالاتفاقيات بالاجتماعات اللي دا تجري صار لها سنوات او الاجتماعات اللي حتجري، هو يريد يعني نتيجه لهذه الاجتماعات سريعه توضح العلاقه المائيه بين العراق وجيرانه سواء تركيا سوريا او ايران. لكن العمل مو يعني هي مو شغله سهله انه واحد يروح لايران ويقول له انا هيك وهيك وانت لازم توافق لي على هذه الحصه المائيه. لدى ايران ايضا خطط مائيه واستراتيجيه وشحب المياه ايضا بما مثل ما للعراق، لكن دائما السياسه تدخل في الاجتماعات الفنية. إذا كانت الاجتماعات على مستوى فني فهناك أكو توافق جدا عالي بالاجتماعات الفنية، لكن لما تجي للتوقيع تختلف تدخل الأجندات السياسية وتبعد المحاضر إلى مثلا سنة وسنتين حتى يعقد الاجتماع بعدها. الموضوع مو سهل. نعم. يعني مثلا تركيا تقول أن المياه اللي المياه التي تأتي نتيجة الأمطار التي تهطل في تركيا هي مياه تركية وليس للعراق حق فيها، ما يزيد عن هذه المياه تأتي يذهب إلى العراق وليس من حق العراق أن يتفاوض. لكن خلال العام الماضي أول مرة الرئيس أردوغان يعني صرح أن للعراق حق في المياه في دجلة والفرات، وبعث المستشار الشخصي إلى بغداد لغرض حسم موضوع المياه وإنهاء هذه المشكلة. لكن الاجتماعات تأخرت بسبب الظروف المعروفة اللي هي نهاية السنة الماضية بسبب التظاهرات والجائحة الحالية كورونا. تم عقد اجتماع مع تركيا ونأمل أنه يعقد اجتماع مع الجارة إيران أيضا، لأنه إحنا استقبلنا السفير الإيراني اللي موجود في بغداد في وزارتنا وطلبنا منه عقد اجتماع فني عاجل لغرض بحث مشاكل المياه. هذه الاجتماعات يعني ماكو غيرها للعراق، لازم يستمر بالاجتماعات لأنه هو الطرف المصاب، يعني هم طرف المنبع، يعني يقدر يتحكم بالمياه بسهولة. نعم. يبنون سدود ويقدرون يسيطرون على المياه. إحنا عندنا التفاوض، الحروب ما تفيد، الحروب أصلا تضر العراق وتضر إيران.